السلام عليكم وأهلاً وسهلاً فيكم من جديد، يا رب تكونوا في أفضل حال. في درس اليوم بجاوب على أحد الأسئلة اللي وصلتني في التعليقات، وهي طريقة تصدير كل أو عدد من الشيت أو اللوحات بدفعة واحدة من برنامج الريفت المعماري، البرنامج الأوتوكاد. في كذا طريقة، بشارك في هذا الدرس طريقتين، ولكل طريقة مميزات وعيوب بنذكرها خلال الشرح. الطريقة الأولى من الرفت مباشرة، أما الطريقة الثانية باستخدام إضافة غير مجانية، لكن ممكن تنزلها وتجربها لمدة 30 يوم كفري ترايل، وبقول لكم على طريقة التحميل وبنشتغل من خلالها. تركت لك رابط التحميل في الوصف لو تحب تجرب هذه الإضافة. وفي طريقة أخرى، وهي باستخدام إضافة الداينامو ريفت. هذه الطريقة ما رح نتعرض لها في هذا الفيديو، لكن ممكن تشوف الفيديو اللي ظاهر لك على الكارت في يمين الشاشة، وتركت لك أيضا رابط الفيديو في الوصف لو تحب ترجع وتتعلم عليها. خلونا الآن ننتقل للرفت ونبدأ الفيديو. نبدأ بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى سهلة وبسيطة وسريعة جدا، ومن الرفت مباشرة وما نحتاج أي إضافات، لكن العيب اللي فيها أنه للأسف ما رح نقدر نسوي إكسبورت للتايتل بلوك، فبنضطر أن نشتغل التايتل بلوكس في الأوتوكاد. هذه الطريقة ما هي مثالية، لكن لما نكون مستعجلين ممكن تساعدنا. فاللي بنسوي أننا بنسوي نيو شيت ونحذف كل الشيتس اللي موجودة معنا. ليه؟ لأنه لما نجي نسوي دراج مثلاً لبلان أو سكشن موجود already في واحدة من هذه الشيت، ما رح يسمح لنا أن نحطها. خلونا نشوف المثال مع بعض. نجي نسوي نيو شيت بأن نضغط عليها من البروجكت براوزر، من الشيتس نضغط في الماوس رايت كليك ونختار نيو شيت، تمام؟ بعدها زي ما قلنا احنا ما رح نهتم في مقاس التايتل بلوك، لأنه كذا كذا بنسوي له ديليت، بنضطر نسوي له ديليت، فنضغط على أوكي. فكذا عندنا التايتل بلوك هنا. مثلا الحين ليه احنا قلنا بنحذف الشيت؟ انه لما نجي نسوي دراج مثلا الليفل 1 بيقول لنا انه هذه الفيو اوريدي موجوده في الشيت نمبر مثلا كذا، فما راح يظن نسويها. فبنسوي كلوز هذا الورنينج او هذا الويندو، وبعدها بنحذف التايتل بلوك من هنا، لان كذا كذا ما راح نقدر نسوي اكسبورت الكذا تايتل بلوك مع بعض. بعدها بنحدد كل الشيتس اللي موجوده اصلا في البروجكت، نحدد عليها في الشفت من البداية للنهاية، نضغط في الماوس رايت كليك ونختار ديليت. طبعا انت لو ما تبغى تسوي كذا لمشروعك، ممكن قبل لا تسوي اكسبورت تاخذ كوبي من الملف بس على بال ما تسوي اكسبورت، وبعدها تحذف الملف اللي انت ما تبغاه، وايضا هذا التايتل شيت نسوي لها ديليت. فكذا عندنا بس الشيت اللي احنا سويناها. ممكن طبعا نضغط عليها ونسوي رينيم مثلا من هنا، نسميها الاسم اللي احنا نبغاه. طيب بعدها نضغط على اوكي. فكذا بكل بساطة اللي احنا بنسويه ان نسوي دراج لكل الفيوز وكل الشيتس اللي احنا نبغاها، او حتى سكيدجولز مثلا عندنا بلان ليفل 1 ممكن نبغى من 3D فيو مثلا، نختار هذه. وطبعا بيجيب لنا كذا دايركشن، انه بيسوي لنا جايد عشان نخليها مرتبة مثلا بهذا الشكل. طبعا وعلى حسب انت كيف تسوي برزنتيشن، تسحب بس الشيتس او الرندرز او الفيوز او السكيدجول كلها اللي تبغى تسوي لها اكسبورت، مثلا نحطها هنا بهذا الشكل. خلونا مثلا نحط واحده بالسكيدجولز، نحط كل الاشياء اللي احنا نبغى نسوي لها اكسبورت مع بعض، مثلا نحطها هنا. نختار شيء ثاني مثلا من الاليفيشن، ممكن نحطها هنا وبعدين نرتبها في الكاد في تايتل بلوكس، بس ان نحطها نرتبها بطريقة معينة مثلا بهذا الشكل. ايضا لو في اي من الديتيلز نبغى نضيفها، فكذا راح يسمح لنا نضيف كل الاشياء اللي احنا نبغاها بس بدون تايتل بلوك. الخطوة الاخيرة اللي احنا بنسويها ان نسوي اكسبورت. طبعا احنا تعلمنا في فيديو سابق كيف نسوي اكسبورت، فراح ما راح نعيد كل الخطوات في هذا الفيديو علشان ما نضيع الوقت، وعشان ما يكون هذا الفيديو طويل مرة، حطيت لك الرابط في الوصف، رابط الفيديو اسمه How to Export and Import AutoCAD Files to Revit، وايضا ظاهر لك الفيديو الان على الشاشة لو تحب ترجع له. مجرد انك بتروح فايل وبتروح اكسبورت وبتختار الاوتوكاد، وطبعا تعلمنا كيف نسوي زي بريسيت بحيث اننا دائما نستخدمها، نختار الاوتوكاد ونعدل الاعدادات اللي احنا نبغاها، وبعدها نسوي لها اكسبورت ونبدا نشتغل من الاوتوكاد. فهذه كانت الطريقه الاولى. قبل لا ننتقل للطريقة الثانية، بس أحب أعتذر منكم لو تغير بالنسبة لكم الصوت أو الشاشة، لأنه خرب عندي البي سي واضطريت أكمل تسجيل الفيديو على اللابتوب. إن شاء الله أهم شيء يكون كل شيء واضح وبسيط.
نتكلم عن الطريقة الثانية. الطريقة الثانية زي ما قلنا باستخدام إضافة لريفت. الإضافة تصطيبها أو تثبيتها على البرنامج جدا سهل. مجرد أننا بنروح عندنا هذا الموقع، لما ندخل على الأوتوديسك أب هو ML Apps، تدخل عليه. طبعا كل الروابط بحطها زي ما قلت في الوصف، ما في داعي تبحث عنها. بيكون عندك هذا الإضافة اسمها Export Multiple Sheets to 1DWG File. لما تضغط عليه بيفتح لك بنفس الصفحة، بس أنا فتحتها هنا بس عشان أبين لكم إياها. هنا عندك النظام، عندك اللغة اللي بينزل فيها، وهنا في بعض الصور والفيديوهات اللي تقدر تشوفها وتتعلم. طريقة جدا سهلة، أصلا هذا الفيديو شارح الطريقة، فيديو على اليوتيوب. ومن هنا بتشوف لما نطلع على فوق، طبعا تحتاج تسجل في الأوتوديسك أب عشان يسمح لك تنزله. يكون عندك هذا الاختيار free 30 day trial، وايضا ممكن تسوي سبسكرايب، واعتقد السعر يعتبر مقبول، يعني مو مره غالي. لو انت بالنسبه لك ممكن تستثمر بشيء زي كذا، اذا انت دائما بتضطر انك تسوي اكسبورت وياخذ وقت انك ترتب الشيت في الاوتوكاد، ممكن يكون وقتك اثمن من $4 في السنه. المهم لما تنزله، المهم يكون ريفت متسكر عشان يثبت البرنامج، بس تضغط على داونلود بيتحمل عندك. هنا ريفت متسكر، تضغط عليه next next next. لما يفتح في ريفت يكون always load، ويكون على طول موجود عندك هنا في ريفت بهذا الشكل، جدا سهل وبسيط. الآن بننتقل لطريقة الاستخدام. عندنا اختيارين، إما sheets to 1DWG أو combined views، إنه يجمع لنا مجموعة من الفيوز مع التايتل بلوكس مع بعض. إحنا بنختار الاختيار الأول لأنه إحنا نبغى نصدر للكاد مرة واحدة. نضغط عليه، الإعدادات جدا بسيطة، نستنى بس ثواني تفتح معانا هذه الويندو شيت 1DWG. بعدها بيكون عندنا اختيارين هنا، اما اننا نسوي سيلكت المجموعه من الشيت، او اننا شيت سيت، اننا نختار مجموعه من الشيت تكون اصلا سوينا لها زي جروب مع بعض، او تكون مجموعه عباره عن سيت، مجموعه من الشيت عباره عن سيت، ونختار الاختيار الثاني. بنشوف كل الطريقتين. الطريقه الاولى سيلكت شيت، نختار من هنا سيلكت، ونختار الشيت اللي احنا نبغاها. هل نبغاها كلها؟ نختار select all او select none، وبعدين نختار الشيت اللي احنا نبغاها من هنا. نختار مثلا select all، وبعدها نضغط على اوكي. من هنا ايضا عندنا اختيار مهم اللي هو الاكسبورت سيتنج، لو احنا ما زبطناها نضبطها من هنا. نضغط على modify، هو بيجيب لك على طول الديفولت، بس ممكن نضغط على modify وبتطلع لنا نفس الويندو اللي احنا لما نسوي من فايل اكسبورت ونختار dwg ونختار الإعدادات. تطلع لنا الإعدادات من هنا، طبعا هذه نفس الإعدادات اللي تكلمنا عليها في الفيديو اللي حطيت لك إياه في الوصف، وأيضا ظهر لك الآن على الشاشة. تكلمنا على كل هذه الإعدادات بالتفصيل، تختار الإعدادات المناسبة، بعدها تضغط على أوكي. طيب ما رح نروح بالإعدادات مرة ثانية في هذا الفيديو. من هنا بعدها نختار، في عندنا اختيارين هنا، شيت نمبر ليبل، نختار من هنا طبعا على حسب البروجكت، مثلا نختار هنا هذا الاختيار، بعدها sheet name label، نختار sheet name. من هنا بعدها save as، نختار select، نختار نضغط هذه الثلاث نقاط ونشوف وين نبغى الباث اللي بيحفظ فيه البروجكت. ممكن نخليها في الدوكيمنت حاليا، نضغط على save. بعدها هذا عندك option انه open file after export، انه يفتح لك الفايل اوتوماتيك. لو غيرت اي من الاعدادات ممكن تسوي refresh، بيفتح لك هو اوتوماتيك مرة ثانية بنفس الإعدادات اللي انت اخترتها. بعدها اضغط على اوكي. نضغط على اوبن. اوكي. زوم عشان نشوف الدروينج. زوم. بنشوف انه قدرنا نسوي اكسبورت لكل الدروينجز بملف واحد فقط. جدا استخدامها سهل وبسيط، وبكذا سوينا اكسبورت لكل الشيت مرة واحدة من ريفت الاوتوكاد. وطبعا من هنا نقدر نبدأ ونشتغل عليها، ممكن ندخل على موديل، من هنا بتكون عندنا ايضا كل الشيت ونبدأ نشتغل عادي في الاوتوكاد. كل الشيت موجودة عندنا هنا، والتايتل بلوكس مع الشيت موجودة في اللي اوت. نشوف الطريقة الثانية مع بعض، اللي هو ممكن نجهز ست ونسوي لها اكسبورت، يعني مجموعة من الشيت نختارها وبعدها يسوي له اكسبورت. خلونا نشوف الطريقة مع بعض. نرجع للرفت وبعدها نختار شيت 2 1DWG مرة ثانية،
نستنى بس يشتغل. بعدها بدل ما نختار select sheet هذه الطريقة الأولى اللي تعلمناها، لا نختار الاختيار الثاني sheet set. من هنا في عندنا two sets، بس احنا بنضيف set جديدة، نختار هنا sheet set setup. نستنى ثواني، بعدها نختار هذا الاختيار الثالث select views أو sheets، نختار select. طبعا نشيل الفيوز، لو انت تبغى من الفيوز ممكن تخليها، بس من الشيت ممكن نختار بعض الشيت من هنا، ممكن نختار البلانز والسايت بلان، وبعدها نختار سيف از ونسميها مثلا بلانز، ونختار نضغط على اوكي، وبعدها نضغط على اوكي ونضغط على اوكي من هنا مرة ثانية، نختار يس. من هنا نضغط على نسكر هذا الشيت، نختار ريفرش عشان يسوي ابديت للمعلومات، نسكر ما نحتاج نحفظ في الدوكيمنت. بعدها نفتح مرة ثانية ونختار من هنا البلانز. يعني عندك ممكن تسوي select sheet أو تختار من sheet sets، وشفنا كيف نسوي لها setup. بعدها نفس الشيء نكمل كل الإعدادات نفس ما سوينا، اللي هو الاكسبورت سيتنجز، انك تدخل على الموديفاي تتاكد علشان يكون السكيل صح، تختار السيتنج حقت التكست تبغى تسوي لها اديت ولا لا. طبعا زي ما شفتوا هنا كل الاعدادات نفس الخطوه السابقه، وبعدها نختار من هنا الشيت ليبلز النيم والنمبر والنيم، ومن هنا نختار الفايل باث فنبغى نحفظه، وبعدها انت عندك الاختيار اما انك تبغاه يفتح الملف بعد ما يسوي له اكسبورت ولا لا. طبعا قبل لا نسوي ريفرش من هنا، وبعدها بيسوي ريفرش يرجع يفتح مره ثانيه. بعد ما سويت ريفرش الشيء الوحيد اللي تبي تسويه تضغط على اوكي، بعدها بيسوي له اكسبورت لملف اوتوكاد واحد فقط. ولهنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى يكون استفدتوا والمعلومات سهلة وواضحة وبسيطة. رسالتي في هذا القناة أني أجعل من تعلم التصميم وبرامجه مصدر متاح ممتع سهل لكل من طلاب الهندسة والتصميم، المهندسين، الهاوين والمهتمين في هذا المجال بشكل عام. فعشان تساعدني في تحقيق هذا الرسالة اشترك في القناة، فعل الجرس، اضغط على زر الإعجاب لو استفدت من هذا الفيديو، وشارك القناة مع المهتمين بهذا النوع من المواضيع من معارفك، وبكذا تساعد أن هذه الدروس تعرض من قبل اليوتيوب على جمهور أكبر، وأكيد أكون شاكرة ومقدرة لدعمك. وكالعادة لو عندك أي سؤال استفسار أو اقتراح لا تتردد ومشاركته في التعليقات. نلتقي في فيديو الأسبوع القادم، في أمان الله.